الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية الأبدية وأعلى مقامه فوق كل مقام صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله لما ذكرت اسم النبي الهادي غمرت ضياء روحي وسر فؤادي وصح الربيع مقبلا أزهاره وحل الوجود وحل الوجود حواضرا وبوادي والفجر أقبل بعد طول غيابه والأنس قد سكن الربا والوادي والطير غرت والطير غرت والطير غرد في الفضاء وشدت به الركبان خلف الحادي حب النبي به استرحت من الأسى وبه ظفرت بمنيتي ومرادي وهو الشفاء وهو الشفاء لكل داء معضل والسلسبيل لكل قلب صاد فاملأ فؤادك ما حييت بحبه فاملأ فؤادك ما حييت بحبه وانعم بفيض الخير والإسعاد يا سيدي يا رسول الله الحق أنت وأنت مصباح الهدى
ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والنفحات. الله صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد المصطفى تعظيما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر حاز المفاخر آخرا وقديما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي عبد الإله وأخلصا وهو المشفع في المعاد لمن عصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى. شرفا له ولربه تعظيما. صلى